لو كان يعني الأجل امتد بدكتور ميلاد حنا وعاصر تكريمه بشكل شخصي في هذا المنتدى، تتخيل كده الرسالة اللي كان هيقولها كان هيقول إيه؟ لو نتخيل مع بعض كده. أقدر أقول لك انطباع أنا، لكن مش على لسانه، لأن صعبة شوية علي. أكيد. فالانطباعي أنا هقول لك اللي مش قادر يحب مصر ما يوقفش اللي بيحبها عن الشغل. يعني إذا كان في حد متحمس إيجابي وفي واحد تاني متشائم ومش شايف إنه ده ذات جدوى أو معارض له، ما تشتمش اللي بيشتغل يعني، أو على الأقل أصبر عليه أصبر. فدية اللي أقدر أعتقد أنه يعني أجل شوية مسألة المشحنات دية. فيه حد متحمس وعاوز يعمل حاجة ساعده، وما تقفش على كتافه وتقول له أنت بتعمل كده ولا كده. لا، النقد مفيد، لكن غير النقد اللي بيجلد. يعني النقد اللي بيجلد ده مش البناء. مفيد. لا، في نقد مفيد وانا شخصيا بنقد، لكن بحاول اكون بساعد اللي بيشتغل. يعني اللي بيعمل ده يعني محتاج، مش لازم اسقفه، لكن يعني اقول كلمة مفيدة، ما احبطهوش. لكن ان انا اجلده وان اقطع ده مش يعني مناخ مش ايجابي. المناخ يعني نسعى ان احنا نعمل حاجه مفيده. بشكل عام، بعيدا عن تكريم الدكتور ميلاد حنا في هذا المنتدى، شايف فكره المنتدى ازاي يا باشمهندس هاني؟ الحقيقه انا انطباعي اللي اخذته، يعني انا مش لقيت فيه جهاز تنظيم كبير، مجموعه من الشباب كبيره جدا، انبهرت بنوعية الشباب ومستوى الفكري والترتيب أفكارهم، انبهرت بيهم. فادوني أمل إنه في حاجة يعني قادمة. والحاجة التانية إنه ده مجال لقاء قيادة قمة الدولة مع الشباب النقي، فدي بتدي ديمقراطية. احنا خلاص عارفين ديمقراطية مجلس الشعب اللي بينتخب، وبعدين صندوق الانتخابات ورقابة، دي ديمقراطية نوعية. ديمقراطية على قد كده كويس، ديمقراطية تقليدية، بس مش متفاعلين معاها. لم انا شخصيا لم اجد نفسي فيها. وتقصد حضرتك الاحزاب ودور انا عضو حزب التجمع وعضو اللجنة المركزية وعلى صلة وناشط، يعني نشيط متفاعل مع حزب التجمع، لكن في ديمقراطية مباشرة بقى. ما ده قمة رأس الدولة، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء بيقعدوا وفي حوارات مباشرة. فدي نوعية تانية من يعني يسميها أي حاجة تانية، مش لازم كلمة ديمقراطية ممكن تضلل المعنى، لكن دي نوع من التفاعل الإيجابي الجميل والمطلوب. أنا شايفه جميل، أنا شايفه يعني مشتاق إن أنا أشوفه الحقيقة، وجميل.